فكرة إني أتعلم بريك دانس أول ما بديت أمشي على يدي في الدار. مشيت بشوي بشوي يعني كل مرة أتعلم حكاية جديدة اللي انتغرمت بالجو اللي نخرج بطلويت ونربح بطلويت ونعرف عبيد. اللي صار لي رجلي 2002 ممرضت ما أعرف وش حبست بدم وحده. مشيت بقيت في السبيدار 6 شهور يحلوا ويفازيت ما بي حدا حل كان يقصوا فهمتني. توا وصلت بريد هذايا ما نعرف في حتى عندي ابن عمين بنفس الرجل خاطر ما في تونس ما عندناش رجل باش ما عندناش في ماتريال باش نصنعوا رجل. عملت برشا حاجات رسمت عملت كونسيرفاتوار قبل عملت كوره في الجمعيه. كنت دخلت البريك لقيت اكثر حاجه مساعدتني نجم ديفلوبي روحي فيها. توا طموحاتي يعني نتشرف العباد اللي من الطبيعه.